يا هلا بالجميع. منبلش بأول جيم، أول طابة تحت السلة عند نايف يلي بيسجل. الطابة اللي بعدها كانت لآلي، أنا عملت درايف على السلة طلعت لفوق ورجعت مسكتها وكملت. طلبوها علي هاي، قالوا لي أنت ما بصير تشوفها ترجع تمسكها. هون الظاهر قال لهم بـ 98 كنسلوها. الطابة عم تفتل عند وليد، بيعطي باص لسامر. برافو يا سامر، نايس شوت، برافو عليك. مرة تانية سامر رجعت لعند جيبي. روي نايس موف، روي عطايا هلا جيبي على المسافة المتوسطة بشوت. روي شويت، برافو. المرة اللي بعدها الظاهر فات سحب معه اثنين، عطايا ها ايزي باسكت لتحت السلة نايف، برافو. جامبير من جهة اليسار عطايا هلا روي. هون في ربع بلوك، هذا بيسموه ربع بلوك. فات الظاهر سحب معه اثنين، اعطاني اياها اوبن شوت من منطقتي. لا يا ظاهر، مو انا اللي ضيع لك هيك طابه. لا بسرعه جامبيير عم يرد عليه على السله تبعيتي. طابة مع انطوني، اعطاني اياها هالمره، قويتها شوي مشان تفوت وفاتت. برافو باص يا انطوني، برافو. طابة مع جامبيير لعند روي. روي درايف على السلة، روي بيخبط الفريق كله بيفوتها، برافو عليك يا روي. وحش، هي مش فاول لأني كان عم بتحرك نايف، شوفوا اجريه من تحت، ما انا واقف ثابت، فهي مش فاول. سمندر وعطايا هلا انتوني. لك ايه عطياهم لانتوني، هدول بيحبهم. هون لانتوني فشكله للظاهر، سوى حاله ما له خبر، بقول له معلش معلش، شوفوا تفرج. الطابة مع روي لعند جامبيير. جامبيير ما بينترك جامبيير، ما فيك تعرفه هيك اوبن شوت. هاي الاوت على الروي، راح هيدا مرة وراح هيدا مرتين وراح حط الصورة، ما دخل في الاوت. ايه هاي الظاهر عم يشرح لك كيف هي اوت. هون في دحمة كتف بسيطة لفلاح، بس المشكلة انه هو ما طلب فلاح، هي فاول بس ما طلب فلاح، ما حكى. هون بدي فوت حطها لاني كانت تعادل، ضلان 30 ثانية داخل على دمي، بدي حطها. مان ما بدي اخسر اول جيم، ما بدي اخسر. كبوا الهجمة تبعيته، انخلص الوقت. شوف رامي كيف، بس حلوة السهرة، اجا غريمي، بس خلص. ما راح يفيدك، بدك تخسر معي. حلوة اللعبة طبعا ما راح يفيده. اول مواجهة بيني وبين رامي، مدري ايش عم ساوي برا، طالع بدافع برا. قلت له روح لا تطلع لبرا، خليك تحت السلة برا، مالك شغل. هون اخذ ريباوند رامي، قلت له تعا وحياة الخالق ماني مفارق. قرطني وحدة اوت، ما بتفهم. قول له اوت. ايه ليك الانتوني، ليك الانتوني عم صف مع رامي، شوف الريبلاي تفرج. ما دخل بشيء اسمه اوت، ولا دخل بالخط اصلا. لا وانتوني باكد له اوت تفضل حبيبي جوني، حبيبي الله يخليك. اليكس من جهه اليسار، يمين يسار، بطلع وحده هوك شوت تبع كريم، شغل كريم عبد الجبار، نايس موف اليكس. الطابة مع انتوني عم بيعمل دريبل، عم بيعطي اياها للظاهر، الظاهر ما حدا قرب عليه، اعطاني اياها لالي. طلعت في السلة قلت له لرامي خد، لا جوا ولا برا، وين وقفت بدي سجل. اون فاير. مرة تانية عند رامي، طلبت عليه ووكينج انا، بس للامانه هي مش ووكينج، مثبت على اليسار كانت، لعب باص بعدين، يعني لو متاخر شوي كان ووكينج، بس لا مش ووكينج، حرام.
مزبوط مزبوط. انا وقت اللي بصير شيء بقول لك مش ووكينج صح. طالع مع فخرة بياخد دريبل من سكرين وبيشوت. انا حاولت اقرب بس ما لحقت. هون الطابة اجت لعندي مرة مرتين ثلاثة. انتوني بده اياها، بده اني العب له اياها، بس خلاص فاتت، حسيت فيها. الطابة اللي بعدها لعند اليكس. برافو اليكس، اخ يا ظاهر لو مديت ايدك، بس لو مديت ايدك من جهتك شوف قدامك كانت. هون الرامي لم الطابة مرة، رجعت لعند اليكس، عطايا هلا رامي مرة تانية مع 14 كف و 15 رفسة فوتها. برافو رامي. هون هي الطابة انا فوتها على الفاست بريك بس ما تصورت للأمانة، فتت بسرعة لعب لي اياها ظاهر باص طويل 10-8 صارت. هون اعطاني اياها بسرعة شوت قبل ما يقرب اليكس. لزقني لزقني رامي، قال له لزقه وين ما بروح الحقه. مرة تانية طابة معي، صارت حلوة هاي. شوفوا عمل لي سكرين نايف، عطيته اياها بس يا حرام ما كملت. هون طلب فاول نايف، اليكس قال له ما يفاول. خلينا نشوف على الريبلاي. فاول مبين عيده ضربة في ايده. اتس فاول اليكس، فاول. الطابة عند فخرة من جهة اليمين عم بيعمل درايف. يا زلمة اقسم بالله وقت اللي بوقف رامي تحت السلة بصير عتمة. المهم الظاهر قال لي ما في مشكلة، خلي يصير عتمة، خلي يصير نهار، خلي يصير ظهر، ما في مشكلة. ليك رامي بلش يعصب. اسمع اسمع. الفخرة ما خلانا ننبسط في الثلاثية تبعيتنا، ما خلانا ننبسط. بس الظاهر قال له ما في مشكلة، وقت الخطر ظاهر مش قوات. ننبدلهم اللوجو هاي جماعتك اللي انت بتحبهم. هون ظاهر رامي خلص فصل عنده القاطع، خلص خلص. هون رامي خلص نزل عنده القاطع الرئيسي ما بقى. فريقه قتله لرامي. هون صار مع معه كفوف وعكوسة وإيش ما بخطر عبالك صار. خلينا نشوف على البطيء شو صار. أنا عملت فاول على سامر وجيبي قرطوا عكس في نيعه لظاهر، قال له حاجة تفول ثلاثيات اليوم، روح له الواجهة للظاهر. مهم قام الظاهر وكمل. رامي لعب معنا أعطاني إياها باس مسافتي فوتها، لعب معنا بدل حدا انصاب كم دقيقة بس. الظاهر هون فات عطاها لأنتوني اللي بيطلع على اجريه بسرعة وبيشوط مشان يتأكد انه مش على اللاين. دبليو دبليو سي الشباب هون. سجل لي اياها هالجملة، بنرجع لها، سجل لي اياها منيح. هون الظاهر قال لي خود، قلت له لا والله انت اللي حتى تاخد، انت فاتحة معك اليوم. قال لي لعيونك لعيونك. عني اسيف. 8-0 النتيجة هون. هون تدوير طابة كتير حلو من سامر، اسيست لعند جامبير عم بفوت سلة. برافو. مرة تانية روي من جهة اليسار عم بفوت بيعطيها لجي بي. برافو عليك. 8-4 هون انتوني اعطاها لفلاح، انا لميتها فوتها. ما عم نعملوا لي بوكس اوت، فتت. جامبير ما شاء الله قديش برقد جامبير. هاي الطابة صار عليها مشكلة. خلينا نشوف على الريبلاي شو صار. هلا هو فتح ايده بس مش قصده، ما مش قصده يأذيك يا انتوني، انا هيك شفته. هو فتح عكسه صح بس ما قصده انه على رقبتك او يأذيك، هو عم حاول يحمي طابته. تموا عم بيتناقشوا عليها، لسه ضلوا عب ما خلصت المشكلة. روحوا له ثلاثيته لفلاح، وهن عم بيتناقشوا. بلشت الجيم اللي بعدها يلي رامي بده يطفينا فيها. بتبلش الجيم
هون شوفوا اللي صار، طلب فاول أليكس. خلونا نشوف الريبلاي. أنا شفتها فاول. It's very clear foul, Alex. You are right. هون الظاهر فات على البورد، أخذ معه ثلاثة وفوتها. عطايا هذا رامي داخل من النص، وقت اللي بيفوت من النص رامي صعب، لا واحد ولا اثنين بيوقفوا. ما شاء الله مثل القطار بيفوت. فورتو لفريق رامي. الظاهر شاطة ما فاتت، بس ما في مشكلة، معك الـ MVP، معك الـ MVP لا تاكل هم. هون الطابة اجت لعند انتوني، اعطاني اياها، عملت دربل، فت على السلة، دفشني، طلبت فاول. رامي تفضل شو حكى. لك لك اخ يا رامي اخ. خلينا نشوف على الريبلاي. هون صار الفاول، شفتوا ايده؟ طلبت فاول، قال لي انت لسه قبل ما تمسك الطاولة طلب فاول. ليك هون هون هون، هي ايده، هي ضربة عكسي، شفتها؟ بلاها بلاها، قال لي انتوني بلاها بلاها بلاها، نحن بنفوت ثلاثيات، خلوا يطلبوا على كيفهم، منعود ثلاثيات نحن. هون أليكس شاطة وكبة، أنا ضربتها لبرا لأني ما في فرصة للمخاطرة. لعبة كسر عظام. رامي بيفوت على اثنين وبيفوت كالعادة. 10 ثواني، 9 8 7 6 5 4 3 2 واحد، خلصت. صار في فاول، يحرق حريشك يا أنتوني على هالعشر ثواني تبعيتك، يحرق حريشك على هالعشر ثواني تبعيتك، وأنا عم بطئ بالعد. 10 سكند رجع عاد. ايه أنا هون انتبهت. طلب فاول، تعطي 3 ثواني. يحرق حريشك على هال 10 سكند. طلب فاول، تعطي 3 ثواني. 3 ثواني بتعطي. ما عندي بك يا أنتوني. ما عندي بك يا وليد. تعال هون، وينك تحطها؟ والله عجزتي ما بخليك تحطها، آخر سلة، والله بسناني ما بخليك تحطها. ما في هون، ما في، بفوت بربح، نحن up by one. سلة، الحل إنه يخطفها من قدامي، خطفة. هذا اللي كان يكبنا يطفي لنا النار تبعيتنا، طلع لبرا الخسران. بتبلش اللعبة اللي بعدها. برافو عليك يا روي، مسافة المتوسطة. هون ستينكو ما عمل لي بوكس اوت، فتت وفوتها. جامبيير بيشوت على 3 بوينتس، برافو عليك جامبيير. انتوني يعني بيعمل دريبل، عطايا هلا الظاهر، ظاهر فات. هون صار في فاول من روي، شوف صار في فاول، يعني الشغله بدها طولة بال شوي. اتس اوكي، مش هالفاول القوي كثير، انه اوكي في دفشه. هون الانتوني، الله خذوا هاي بدال الفاول، خذوا هاي بداله، 5 اب نتيجه. روي رجع اخذ ال 3 بوينتس وشاطه. بقول لك وحش يا روي، وحش وحش يا روي. وليد فات على السله، عم اقول له لا تخليه يفوت لفلاح، خليه يفوت. وحش يا وليد، وحش، برافو عليك. الطابة مع ظاهر، الظاهر اليوم ما عم يتهدى، ما عم يتهدى الظاهر، من كل المسافات ما عم يتهدى. هون سامر فات على السلة، سحب معه فلاح وعطايا هلا جامبيير اللي بفوتها ايزي باسكت، برافو عليك. الظاهر شاط، جامبيير لم، ايزي باسكت لروي. هون بلشنا نخسر نحن، كانت الجيم رح نخسر فيها، صارت 2 فاست بريك. هون عملت سكرين لانتوني، رجع لي اياها، شفت فلاح من جهه اليسار، قلت له خود، قال لي هات هات، ما بخجلك بهيك طابات انا. برافو عليك يا فلاح. مره ثانيه عطايا هلا الظاهر، فاول ان، برافو عليك يا ظاهر، برافو عليك. طابة مع روي، عم بيشوت روي، بس في مين يلم ويحط. برافو عليك يا جيبي، وحش يا جيبي، وحش. هون حاولت اقطع ما احسنت، فات الروي على السله وفوتها، اعطاني اياها، كان 5 نقط الفرق. هون انا
فوتت ثلاثية 10 ثواني فرق سلة يا حيف بس ما بقى يهجموا تفرج ما بقى يهجموا 3-2-1 يا حيف بس يا حيف خسرنا أول وحدة من وقت ما بلشت الجيمات أخيرا لعبوا مع بعض أول سلة لفخرة برافو عليك جامبير برجع بيرد بسرعة ما شاء الله جامبير لياقته عالية تبهوا هاي آخر جيم العالم هون تعباني ما حدا قاله حيل يرقد رامي تردد رجع قال بشوط وبتفوت معه برافو رامي تبهوا الجامبير دائما هو اللي عم بيكون المفتاح لفريقه برافو عليك جامبير هون روي دسله على اجره وقرطه كتف ما بيفهم بس اطمن عليه حرام وقف قال له صار لك شيء قال له لا ما في شيء خلاص يلا الطابة ضلت معنا رجعت الطابة مع سامر عطاياها لجامبير الجامبير بالوقت الحساس بيبين حبيبي بعت لي اياها هدية مرة تانية ومرة ثالثة ومرة رابعة جامبير خلص ما بقى حدا يهدي عم يرقد قد 10 ما شاء الله هون الطابة راحت لعند جوني يا جوني اطلع يا جوني اطلع شو ناطر مرامي عامل لك مظلة تحت اطلع اطلع ولا تخاف هون سامر على 3 بوينتس برافو عليك برافو عليك يا سامر اليكس شوف كيف بطلع السلة هاي اللي هوكته بيد وحدة برافو اليكس لا بورد ولا بيقرب على السلة من بعيد بالشوطة طابة مع رامي بده يحطها اذا بيوقفوا عليه واحد يوقفوا عليه اثنين خلص يحطها سامر عم بيفوت بالغلط وصل عند روي بيطلع على السلة وبيسجل لعيب يا روي لعيب هون جامبير ما حدا عم بيهدي ليك اخذ الطابة قطشة من اثنين وحركات وايده على راسه خلص اون فاير صار وليد هون عطايا هلا جامبير كمان مرة تانية مع ستيب باك لورا برافو عليك جامبير كمان مرة ألف عطايا هلا ولا روي ولك وحش يا روي وحش برافو عليك وحش يا روي يلا هون شات فخرة ما فاتت رجع أليكس شات خلص العالم هون ما بقى في طاقة تعبوا رجع شاط ما فاتت ضل حدا ما شاط في الشاب ما شاط جرب حظك كمان شاط كمان ما فاتت اخر الشيء جامبير عطاها لوليد شلفها على البورد على اساس يطلع يتعلق فيها بس التايمينج كان غلط يا حرام على نكشه كان زبطت وهيك بتكون خلصت الجيم الله يعطيكم العافيه